بمناسبة هذه فكنا بنشكر جميع المغاربة من طنجة للقويرة، وعلى رأسهم فوزي القجاع ورشيد داودي وعبد الواحد رحال اللي كانوا مساندينني وجميع المغاربة، وكنتمنى التوفيق لكل وشكرا. فكنتمنى هذه المرحلة هذه تكون يعني تكون مرات من الحياة ديالي وتعطيني واحد الدرس اللي تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج، وشكرا لجميع الناس. الله ياخذ فيه الحق في هذه الهواشر هذه. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي تقدر تقول لي هادشي. من بعد ما كنتش كونتاكت، ما عندي لا كونتاكت معاه لا والو. ما الحمد لله على كل حال. وكنزيد نشكر رئيس الجامعة فوزي القرع، ونسيت بالذكر ديالو كريم البلق ورشيد داودي وعبد الواحد رحال وجميع الناس اللي ساندوني كاملين. كنتمنى نوجه لهم التحية والشكر لجميع المغاربة.